اهل الجرأة وقسما بالله سنقول لك الحقيقة. نشوفوا الفيديو. ضمن الدول الصاعدة ويتواجد إلى جانبي سيد فوزي القجع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، شنو ممكن تقول لنا على هذا الملتقى؟ أعضاء المفتشية العامة. هيئة المفتشية العامة للمالية. لأن هذه الصفة اللي أنا كنتواجد بها اليوم هنايا لتنظيم. تمام. ألوغ سي القجع اللي هو رئيس الجمعية الملكية لكرة القدم ومدير الميزانية بوزارة المالية. واش بصح كنتي مخطوبة لهذا السيد كنتوا غادي تزوجوا؟ عرفتي هذا السؤال هذاك ما عرفتش اكسكلوزيف الناس ديال فولورز. السؤال الذي حير الاعلاميين والسياسيين. نعم. والرياضيين. عرفتي هذا. نعم. السؤال شحال كنتسولو دابا عندي احتمال من جوج، يا اما غنجاوبك يا اما غتجاوبيني ولكن عرفتي انا واحد الى جاوبتك غيكونوا. نعم. اكسكلوزيفيتي للبرنامج ديالك. كنتو غتزوجوا؟ لا صبر انا غنقول لك اجد دابا خليتيني ماشي مرتبكه لقيتيني دابا يا كنقرر خصني نقرر نجاوب ولا ما نجاوبش. كنظن اوكي خصني نجاوب. عرفتي علاش؟ لانه بزاف شحال قدك كل واحد بقى كتجاوبيه. انا غنسولك امل، انتي تحاولي انت الفنانين اكيد فنانين رجال اكيد نهار نلقى امل مع شي فنان واخده كافي او لما شي جلسه معاه في شي مكان عمومي صافي امل غتزوج بفلان. واش فهمتي؟ نعم. غنجاوبك على هذا السؤال هذا. لا هنا في صحافية انا غنجاوب وزير. اوكي انا غير باش كنعرف مسؤول سلطه يعني هنا كيبان حوار عادي. اعطيني ولكن اعطيني وقتي باش نجاوبك على هذه حيت انا غيكون نيكسكلوزيفيتي ليك. تفضلي. دابا انا فاش غادي ندير معك هذا يعني فنان فاش غادي تمشي؟ انا صحفيه سورتو كنحاور السياسيين اشاكسهم واطرح عليهم الاسئله المحرجه، لكن هذا لا يعني انني عدوه ديالهم. اذا ممكن كيف ما انا دابا كنستضفك ممكن انني نطاكينيك ولكن اون ميم طون تقدر تلقايني مع هاد الشخصيه مثلا في مكان ما. وهذا ثاني حاجه انا نسولك، هاد السيد هذا من مدينه؟ هو الاصل ديالو من بركان. اوكي. وانا من الاصل ديالك من بركان. أنا يعني وجده من وجده من المنطقه الشرقيه. نعم. رضوان الرمضاني منين؟ تفوغالت المنطقه الشرقيه. نعم. السيد وزير العدل منين؟ اوجار. من وجده. منين؟ انا نقول لك. نعم. حنا عندي العلاقه ديالي مع هذا الانسان هذا علاقه فيها بعدا الانتماء الجغرافي لاننا كنتميو لنفس المنطقه. اوكي من غير انه عندنا ده ما كاينش. لا لا انا نجاوبك كاع الناس ديال نفس المنطقه كلهم غادي تكون معاهم. لا لانه حق بنت انا معاه في هذه البلاصه ولا بنت معاه في هذه البلاصه. ثالث حاجه وهذه اللي اكسكلوزيف ليك، هو صديق مون نيكس فيونسي. اذا فاش حنا كنا كنكونوا جالسين والناس دو 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 دو, دو راه هذاك مون نيكس فيونسي هو اللي كيكون جالس معانا. واش فهمتي؟ داكوغ دونك هو صديق لخطيبك اللي كان خطيبك. لينا هو شخصيه تا هو ولكن هو ما عمرك كانت معك يعني جامي د لافي. هذا السيد انا نقول لك راه بحال خويا الكبير. علاش قلت لك انتماء الجغرافي؟ لاني علاقتي معاه توازي علاقتي مثلا مع رضوان الرمضاني. حنا بحال كيحن الدم ديالنا لبعضياتنا لانه من نفس المنطقه وتنجيو مثلا للرباط وكنجيو لكازا كل واحد نجح في المجال ديالو. جينا مثلا فرضنا راساتنا في المركز عاد انه عائلته صاحبه مع العائله ديالتي. اوكي بعض 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 الاعضاء او الافراد من العائله ديالتو كيعرفوا العائله ديالتي. حنا كانوا يعتبروني بحال اختهم الصغيره اللي جات من المدينه ديال وجده من ما عرفت منين وجات وفردات الراس ديال راسها هنايا. وثالث حاجه واخر حاجه اللي نقدر نقول لك من هنا هكا، هو هذا السيد هذا من غير انه العلاقه ديال الاخوه وهو صديق ديال مونيكس فيونسي، هو اصلا لو تيب ديالو ماشي هو لو تيب الذي يغري بشرته.